السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسي جاني أفراد إيكو صاحب سنة سلسلة دي نوس وسعود تعمى دروس دي تحنها أي نوس وسعود إيكو صاحب سنة تدبر كقرآنك أي ما توحن بلابنا درسي أفراد وحن نسوق جاني إنه كسو هذيني فوائد دقود إيكو جرى سورة الفاتحة فوائد دقود إيكو جرى مركا سورة الفاتحة وحن سوق قارني حديثك أما حديث القدسك أو رسولك ربي كورني إنه إذا الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال حديث كأنه شرح دونا وحول الله سبحانه وتعالى صلاة وحان أقيبه الدون كيغا مركة أو تكنيو إساق إيا أنيغا لبدا يدا وحان أقيبه لبا قيبوت يعني صلاة دي ها أيا مركة صلاة دا معنيه يدوا محي وصورة الفاتحة مارك دونا الصلاة وصورة الفاتحة يعني صورة الفاتحة مركو تكنيو الدون كصلاة دا وحول الله سورة الفاتحة وحنو قيبي لبا قيبو قيبنا عضون كي قال قيبنا عني قال ولعبدي ما سأل انت عضون كي ولي بوحا وصي دير عضون كي بوحا ويدي استنى ولي حد بواتن كو عضون كو مركة او يلا عضون الحمد لله رب العالمين مركة اخر ضيات الله الحمد لله رب العالمين الهي باكو جوابيا وحو ليهي حمدني عبدي أدون كيغ أي مهدي حمدني عبدي أدون كيغ أي مهدي مركة أو أدون كو يلاهدو الرحمن الرحيم الله نحريس تكوت الماما نحريس تي سنة أي قادة أدومه سعودن مخلوقات كي سعودن إلهي أياكو جوابي أدون كي سعود جوابي وحو لي أثنى علي عبدي أدون كيغو أماني فإذا قال مركة أو يراه ذا الضونك مالك يوم الدين الله إله ربك يوم مالك أبالغودك مالك قيامة أديك أيها بقرأ إلهي بكو جواب يوحو أرنيا مجدني عبدي الضون كيوي وإشرفي وإيويني هذا بولا ليا هدي أين أغاني إن مركة أتراه الحمد لله رب العالمين أو إلهي كو جوابيو إلهي مركة ذهر جوكتو وإنها صديق إلهي أقلنت هذا سكو ضيضة على الأقل إنتي أو دادا هذا بول علي الهرى واني قوسو أغاني مهدو انكسو فسرنا إنا يتهي وحويا كسفاء دما تلمامها دما يستنون إلهي نليه ها الرحمن الرحيم يعني تاس وحان تور وام هدي وين طلبان محانري وامانتان ومر لباد اله الا امانه سيده اولي هي شيخ الاسلام ابن تيميه وحول مركاس الحمد لله واله انه لي هي تلمامها دميسرن ودن محد اله انه لي محد دميسرن ودن الرحمن الرحيم ان امانتي مر لباد لسو عليي ها لكن الحمد إيو مهدا إيو أمانتنا حتى في صومالية ومهدي إيو أماني ولا بشيء أكل دوان وايو قفك هداد مهديسو قفك هداد أمانتو وحل غيابة قف أنا جي علينا ذا أمانتو صدق ذاتك قبي أكل ها لكن إلهي سبحانه وتعالى أمانتي سوك دوان إلهي وحليه هي أمان دا ما يستران إيو مهد مركا دا ما يستران هذا ما كي أنت على قصة واحد لي وحول الله سبحانه وتعالى تمك شاف صبح نوقف سريع مكة وأن التمجيد إلهي وين أنت يشرفين ده الله سبحانه وتعالى وحويا وشيء فربنا مرصد حاد ومركا لك هنا وأه مالك يوم الدين ها مكة إلهي وحولنا يا مجدني عبدي أدون كيجي ويشرفي ويويني أدونك مركو إلى هذا إياك نعبد وإياك نستعين أديك أمبان ربك يوكو عابدين وإياك أديك أمبان
نستعين كأجرجار دلبينا. قال وحي له الله هذا بيني وبين عبدي كاسي أما آيات سواتا أنيق إي أدون كيغا نود حيسا ولي عبدي ما سأل أدون كيغو نوحو ليه هاي أو ليه هون سينا يا وليه ألا وحا أوي ويديستو ها كاسي وابلن أوي لهاي قلي وقف والله تكني أن الله سبحانه وتعالى أو جواب تبارك وتعالى هذا بولا ليال أدون كمركو يلاهدو إهدينا الصراط المستقيم إهدينا نغو توسي الصراط جيتك المستقيم توسي إله نغو توسي مركا لا إله هذا هي سورة الفاتحة ها إلى قوله يعني آيات أولي هي الله سبحانه وتعالى واللي عبدي ما سأل وامحي ولا قبل أبو إهدينا الصراط المستقيم إلى قوله تعالى ولا الضالين ها الله سبحانه وتعالى وحو ليه مركا أدون كيغو وحو لا يهي وحي أو ويديستو هذا بس سؤال با ولا المهيمين نسوي دينو دمانتين مدرينا مركا أن أخريينو أن لين هاي إهدينا الصراط المستقيم إلى آخر سورة مدرينا وقلبينا مدرينا إنا ولهينا أرنيو ولعبدي ما سأل ها بلنك إلهي مركا أن نوفلنيو إلهي ما سبحان إن الله يقول لك ما سألت يقول لك سبحانه وتعالى لك ما سألت إلهي باكولين وحاد ليذا هاي وحاد ويديستو هدبا سيديب وعدونكو أو وحك لأفير صدا أو وحك لأو اندها وغتاقا إساقو أخريا آيادا اللي أو إلهينا أو جوابيو سيدو إلهي سبحانه وتعالى أعداقيس أما عدويس أو إسكو إكيسيا أو جعل هذا أو يو عجب قليان أرنكاسي لا يليق ولا ليال سيدو كلا ولا ليال سيدين قعمهن سيداسو كلا يان الله سبحانه وتعالى قعمهن أنو تاقنا أن لين هاي إياك نعبد وإياك نستعين أديك ممان كو عبدين ربك يو أديك ممان كا قرقار دلبين أديك ممان كا قرقار دلبين هدبا ولا ليال waxa hadaba haboon nolosheen oo dhan bilowgeeda ilaa dhamaadkeedu inay marka u dhaxayso ha mahad Allah iyo Allah subhanahu wa ta'ala inaynu marka aynu ku qanacno Allah subhanahu wa ta'ala kaad wax weydiisaneyso ee isaga Alla cadawgiisa isaga abuuray isaga rabbi u ah ilaahi subhanahu wa ta'ala toosagana weydiisato ayaa marka kaaga fudud سيدا وقد وحل لوبا هي ولا ليال إن الله سبحانه وتعالى مهديس هي ذكر جيس حسكيس ومهد نقيس أمانتيس ها إني نكوع العلينو هل كي نكوع مشقول لهين ها مخلوقين تا أو لهي وابوري ها هذانا ولا ليال مكة أن أنت أخرين ليه هذا ولا ضالين محال ليه هذا ثم نؤمن بعد ذلك ها آمين أيين الرهنة آمين كمن ما فاتحة لكن إلهي وحن ويديسنا إله ربي قولنك أجيب ساوغا دوح الله بحن يأين نقلب جيني أين نصوح حاضرنا ولا ليال هذا باب اللنكا اللي إنين كود دالن وصيدا أي أدتك من وناكسنا أي دهدين مركا عندما أي إلهينا الله هدلو قصلاة أيان قلا وإلهي بكو جوابي وحن لين هينا إنه نسكجر نؤيا ولا ليالو باهنياه إنه نصدوك لا أينكو إلزام أينكو نكدقنو الله سبحانه وتعالى دريقيس أيالو باهنياه أليانا إله ربيقو نغو توسي مركا سيداو قد يالو باهنياه حياة نلوش الدونكو أول كيس إي آخر كيس إنه نقطو مركا الحمد لله رب العالمين إلا إنت أود حيسا إهدينا الصراط المستقيم إلى آخر الآية ها إلهي إنه مهدينه إلهي إنه أمانه إلهي إنه إنه وينينه ألا إنه ويديسنه إلهي كلينا نعبدنه ألا إنه قرقار ويديسنه طريق صح أنا مركا إنه ويديسنه هذا بقى أخيرا ولا ليال سورة دني يعني واحد كوكو دجرني قيبتي سيدة قود وقهد ليسي سورة الفاتحة فوائد هذا وحي سورة دني أي كوبسطي ولا ليال
أصول الاعتقاد دمان اعتقاد كأوردن أي كوبسطي عقيدة دا إيه توحيد كأوردن بي كوبسطي شرعي دستور كي لغو دقمي أي ولالي الكوبسطي قضايا الكبرى يعني قضيته واويناء أي كجرى ساس أدون كوحلو باهني هاي إن مركاز أو كد دالو معناه يدنا أو كد دالو وحيالها أي صورة دانينا فرعي سنة مركاز أو حانو لشي سمركا أو كدق ما مركا وحاك لو كجير تولا ليال أدونكو أما أدونكو ميشا أدونكو أما أدونكو با ميشا أو كد ما اندونو أو آخرا وحا صورة دان وحي كجيران سورة الفاتحة ساوغا دولا ليال سورة الفاتحة وحي حقو هشي أما أي متيستي إن صلاة أين أغنها مرتبة أيلاده إن رسولك صلى الله عليه وسلم لديل مية مركيلو سودي بي قيمة هذا مركا أدوذ أكته ولا ليال أدون كصلاة دي سهدية أو فاتحة أخر وايو أما أي ناقص نقنيسو أما أي باطل أي نقنيسو والله تعالى أعلى وأعلم إما كان إن شاء الله تعالى ولا ليال وحينو سي قارة أين أغهد لدونا ها وحين ماتنا إن شاء الله تعالى سيقارا أي نوغهد لدونا آيات أغوه الرئيسة إيه سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة الفاتحة آيات أغوه الرئيسة أي إنو إن شاء الله تعالى أي نو كهد لدونا هدي إله إرادو واي انتي هروحي نو كغسو هذلني سيقود أيينو مركا أيينو أغسو هذلني ها سيقود أيينو مركا أيينو أغسو هذلني إمي كان سورة آيات سورة أغوه الرئيسة أيي بإذن الله أيينو كهدي دونا هدي إلهي لا سبحانه وتعالى ولا ليال سورة داني وحكو بلا بنتي ها الحمد لله رب العالمين أما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحين كسو هذلني درسي هره أما يعني قيبتي حلقة دي هره هي حلقة دنبي لو قيادبا فوائد قود كجر سورة الفاتحة تبارك وتعالى أما فوائد قود كجرت سورة الفاتحة إن الله سبحانه وتعالى أو مهدى كليجي ليه هي مهدى دميسترن والله سبحانه وتعالى أو يسأماني مهدى ميسترن الله سبحانه وتعالى إنو ليه هي تلما مرد ميسترن إي الله سبحانه وتعالى مرك أينو أمانينو إنا إلا صعطة أمانتين إيا مهدى إن الله أن مهدنينو جعيل إيا وينين أن وينينينو الله سبحانه وتعالى دمايستر مطلق او دم ولبا كدمايستر محد امت محد دمايستر او دم ولمر كدمايستر نحمده وحن الله سبحانه وتعالى انكم هدنينا وح ولبا الله سبحانه وتعالى نعمته ساو نغو نعميه انكم هدنينا وحنكم هدنينا افعاشيسا وحنكم هدنينا نعموينكيسا كو ظاهر كايا كو ان موقنبا الدنيا اي مركا اخربا هذا ولا ليال ايضا الحمد لله رب العالمين ها الحمد لله إلهي يا مهدسك تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى نفتيس أي مهدنيا وحانا مركز أي نكفى أيدي سنة إنها كجرت الدرسية إلهي ما دام أو اسم هدي أدومه سوح بريا إلهي إني مهديان ويالله سبحانه وتعالى مهدى إساق كليجي أيام الطيست مهدى دميسترن الله سبحانه وتعالى كليجي أيام هذا دميسترن إسكاله كليجي با إسكاله وايو ورب العالمين عالمين تربي قودوي والله إيجا قدري والله إيجا أبوري والله إيجا الله سبحانه وتعالى تقديرتك جانقوينتك وأبوري صدوك الله سبحانه وتعالى والله أمورته وقوما وإلهي سبحانه وتعالى دون أرنكا كوتو سننتو سمايو الله سبحانه وتعالى واكا بربارية خلق جيس أودن أي سبو كوريا
الله سبحانه وتعالى وكان نمعدها أوردان إساقو إسكوله إسكالة إعيدو دون مركا أوديق سيدا أوغيد الله سبحانه وتعالى وكا كوريا أولياء ديسا إيمان صالح سيا عمل وناك سن أوديق هادبان ولا ليال الله هاسي أيينو مهدنين مهد بينو مهدنين أي كودة حنتهي جعايل دم يسترن إيو وينين تام هدبا كاسنا وفرقيغا اودة حيا مهد إيو إيا أمانت وايو علماء دو واحد أهدان المدح سين صوت الماني أمانت واحد نقون كرتا بينو كلا ويوح لغي يابا إن الأمان توقف أنا المتيسن أنو إن لوينين يستاهل هين لكن ما هدين تان الله ما هدينينو وحينو كدرينا ما هدين أم ما هدينينو جعيل يوينين سجاين وينينينو سدا أوجد ولا ليال أيا الله سبحانه وتعالى وحو كذب حصي رب العالمين الله رب بيدي سينو يه الله إلهي أيام هله عد والبا الله سبحانه وتعالى الله يسقو ماملا الله يسقو أبورا الله يسقو ملكي أيا هدنا الله سبحانه وتعالى إله أيام هدا مركايس كلام الله سبحانه فرعون وكله في سورة الشعراء آيدا صدح لبعثنا هذا يد آيدا عفرلاتنا محوري قال محوري قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما موسى فرعون محوري ها رب العالمين تعشق سامحويه نبي موسى محوري جوابي رب السماوات والأرض وما بينهما سماواتك إيا أرلدا ربي قودا إيا إنت أودا حيسبا ها هدبا وح والله الله كسوه رأي إلهي أيا ربي واه ومربوب له إلهي با ربي واه إلهي أيا دبرك كجبية إلهي أيا سدو دونا أغو تصرفا الله سبحانه وتعالى سدو دونا أيو أكريا نعمة دوردان ساق أيا أغو دونا كي أو دوقي كي أو أو كي أو دونا الله سبحانه وتعالى سدا أوغيد وحا كواجبه دمانتود إني مهديان مخلوقات كأوردن مهدين أي كدهان تهي جعيل إيا وينين هدبا ولا ليال إذا كان هذا هو القادر على ذلك هدبا هدوي الله سبحانه وتعالى الله وحو البأوذا ها وحا دبا إني نقواجبها إنن وينين كما يقول الحافظ ابن قيم رحمه الله هدبا ولا ليال جملة كوابتان كأي سوك وبنتهي الحمد لله رب العالمين ها وحا مركا كسوغن هانون ايو معاني فربضن ايا مركا كسوغن او وحويان ولا ليال ان لسو كوبي كرين هدينو اسكو دينو انينو الا ان تقفكنو له اخر امر دمين كرنو ها الهينا سبحانه وتعالى سيدا او متيس امم هادين كرن لكن وحا لو باهن يهي انغو انتي اوود دينا مركا انينو لنماندو هدبا ولا ليال ها مجلد وين او ككوبن تدبا بقول او بيج اما انك بدن اي علمادو وحي كغا هلان سورة الفاتحة اما اي مهدا كهلان هو فقط في الحمد مهدا كهلا مركاس اما هذا الكهلا مركاس مهدا ايو سورة الفاتحة ايو وحا مركا كسوغان كودح سوغان ايضا مركا تصالحان مدارج صالحين اينو سوى شايقني طبعا ديه سقار وحا كاميدا انو يهشن مجلدود وحو كليه هاتي كهالليا منازل إياك نعبد وإياك نستعين فقط آيات داس أيو فسريا شن مجلدود شيخ ابن قيم رحمه الله حقا تفسيرك علماء بضن أيا سورة الفاتحة فسرتين علماء فسرتين سورة الفاتحة وحا كاميدا كو وقوانا أكسنا سورة الفاتحة فسري ها فوائد هذا إيه معاني هذا تفسير سورة الفاتحة للحمي وحنا ويان مجلد كبير مجلد وين وين أملها تضوب بقول أو بيجا أرن كاسنا أرن للايا بماها ويا ولا ليا محمد بن عوص الحمسي وحليه وحن أركي ابن أبي الحواري أو سلادس كتاغي سلادي شاعيس كتاغي محمد بن عوف ابن محمد بن عوف الحمصي ايا و خيرو وحان اركي كعبدا ان كو اركي
أحمد ابن أبي الحواري أو صلاة عشاء يسكو تاغي فاستفتح وحو كفر فرتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مركا آيادها سي سورة الفاتحة أي أفرتا أيو أخريه وحو لي مركاس الحمسي وحو ليه محمد الحمسي وحو ليه وحان كنت وافي قدارك دمانتي وان كسو نقضي وإساغو أندافينين مركاس أولا وان كلية هاتي الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قيب كمدة سورة الفاتحة وعليه مركا الحمسي وان سيحدي سحورتي بان صوت وقتي جي السحر كي بان صوت واسي وإساغو يكوع العلنية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وحليه هاي انتاس كموزولين إنو كعل عليو إلا واقي أو بريو صلاة السبح مركاي قادي أرن كان وحا حسي إمام الذهبي في سير إعلام النبلاء أيو كحسي مركان هذا بولا ليال صورة دن دادك معنوه وضيقان ناي سيدا سا مركاس أيو لدق معن وحا لغايا با سينو صوت الماني وان أخريي علماء قاركود إنه تلمامين أنو صلاة قلي أيوش علماء قاركود إليين أيوه حيقو أكتو كذي الشيخ مركو بلابي الحمد لله رب العالمين تأثيرك أمر رادريبك أي معناها سأو معانساني أي كور رابتي جركي سي أوردن أيا قريري إلا إنتو أخريي إلا أوحو يدي أنيغان حتى أن قريري مركا وصلاة دي مركا أو يعني أن كمشقولي هذا بولا ليا الفاتحة دو وين ذا أي لذاي الله سبحانه وتعالى وحليه السورة دمبلو جيدا ها وحكوت المامي لبا مقع الله والرب رمضان كي هرنا وانجي سلسلة ديني أسماء الله الحسنى كلمة الله هي كلمة الرب كشرح لكن كسكوبا يعني إن شاء الله تعالى أي إنه أشرح دونا ما دام أي كجر تمر كفاتح هذا الله إيو الرب أيا كجرا هذا معنى يوش الله معنيه سوامحي الله تبارك وتعالى وامحي وإله اللعابد هو المألوه المعبود والله اللعابد أي سيكولي إبادة السحر أي سكالي مقع عاسي ومقع أحق بالعبادة يعني إن الله الله مقع عالي أي عبادة متيستي هذا ولا علي الأفير صدر كلمة الله محالو تيريا محالي را الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله لما يراهدو لا إله إلا الرب لما يراسدا أو الحمد للرب لما يراهدو والرب أكبر لما يراهدو وإنما يضاف ذلك لله لكن محالي را الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله إلا الله أيا مركا مقع اسم الجلالة أيا لوتيريا بهذا الاسم ومركا تلمام يا مركا إله ثم أنت كذبنا الله سبحانه وتعالى وهو حسي الرب ربي قلنا مركا ومحي والله إساقو عدو البربارية إنا غينا بربارية كعدو ويسا بربارية بقر كبربارية عدو البوكسجين تسيية عيد والبا اي قعانتي سكو جيرتو النفتي سو عيد والله اوود شاقتي الله برباريا ها لكن اخيرا ليس حسابين دونا الله اساقو ابوري عيد والبا احد والبا الله ابوري الله احد والبا ارزاق الله احد والبا كو دوني سكو قرقار الله عيدو دونا هنونية الله عيد والبا وحسية الله عيدو دونا وحدية عيدو دونا وحسية الله وحويا عيدو دونا نولايا عيدو دونا ندلا يالله ديلتانك إسكالا نولينتان إسكالا كليجي هذا اسمي غني ها وحو علمات ورهدان أحق بالاستعانة والمسألة ها وحو إسنا حقو ليه إن إلهي لغو بريو ولغو ويديستو ولهذا سيدا أوجد أيادو عدد دائما وحينو أرقنا غالبا وحينو أرقنا إن لا يراهدو لو تيريا ربك ولا يراهدو ها يعني يكدو عدد غالب أهان وحا لو تيريا الرب ها تسبيح ذا يتهليش يذكر جنم حالو تيريا الله ولا ليال دعاء محالو تيريا الدعاء إلى الرب محال إلى القرآن كإله سورة النحو كويري
ربي اغفر لي ولوالدي. ها سورة أعراف الآية محوقي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مرك آدم يحاو إلهي بريان ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ها سورة قصص ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. سورة آل عمران ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني مركا عنت اللتائي البرية ربنا بلينا مركا محانري حدي مركا تسبيح الليهي لا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر الذكر الله من إلهي بالوتيريا مركا الله برينا إلهي يا رب مركا لينا هذا بول على يال ساسنا مركا واسدة أي نصوص للماضي هذا بقى هذين نكوير نقول مجع الاسم مجع هراء الله محمد مركا كجرا مجع هراء الله سبحانه وتعالى عبادتي غاية العبد وحصوهوس كلي عفوا وحصوهوس كلي ولا لو كجرا غاية العبد الدونك يول كيس الدونك مولك الدونك مش هدف كيس غاييس أي مركا هل كامركاس صوهوس كليس غاية دي سنم حيت الدونك وعباده إلهي مركا إنو عبده إن مركا الله سبحانه وتعالى أعابده ويه حانري الله وحصوه سكلي أدونك غايهيس أوه إلهي نعابده. فمعنى المألوه المعبود مألوه معنيه دوامح إله معنيه سوامحي والله اللي عابده هي قلوب تجعشه وحصوه سكلينا ولا ليال إن مسير كان ماش إماش أنو كبلا بني ماش أن كل دمانينا إلهي قعنتي سيكو جرثا إلهي وحصوه أدونك أو أبوري. ها اللهم حيري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها إيه وحا كجراء الدونك وحا كلو كجراء نكفا إذي سنين الدونك وحيالها وكوها قاقي وصلاحي سأو كجراء أوردن أيها الكاس كجرتا إيه الدون أهان وحو كدن ما يستر ما يحققفكم مركائين وقاتو ما يعني إنت الدرجة دا أوليها الدونك. الله سبحانه وتعالى هو سيدا أوجد أيها الدونك وحو يسكو تحلجيا إنو عبادة دب إلهي أولي ما دو نفتي سنة مركا أو لجهاده وحو لي ما داه إن أو درجوين كعباده أي لاذهي إنو كلبة أو طلابة قادة كر أو وصي سعودة إلى إلهي أو غارسيو ميل سري ومنزلوين مركا أو غارسيو هذا بولا ليال يعني الدونكو وحا أو كد دالاي وإن أو منازيش أي لاذهي عبوديادو أو كر مركا أو كحو سيدا أو قيد أياي وحا إنو أركينا رسوشا شرفت له تصالحان العزم جوكل رسوشا كوع وخير بدون العزم اللي راد عليه عليهم الصلاة والسلام. ها أوجو شرف بدن يعني النبي جانو صلى الله عليه وسلم وحيليه أعلى المقامات الله سبحانه وتعالى مركي وأماني محيري الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله أيام هلا الدوكي سكسو دجية كتاب كقرآن كأه الله ما أرنين أنزل على 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 الهاشمي الله مؤرنين إله قرآن كسو دجي الهاشمي المطلبي مؤرن الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام ولم يقل سدوك الله مؤرن صلى الله الله مؤرن سبحانه وتعالى أنزل على محمد القرشي وإنما قال لكن الله سبحانه وتعالى وحيري على عبده الدون كيس أي كسو دجي وأنه لما قام عبد الله يدعوها وحويان ومقام كأيلاده مركا عبوديه إلهي سبحانه وتعالى شرف أي دوما دوتهي سيدا أوجد أي مقامات ككلا أوردن أي شرفت لنا أو إلهي الدون أو أنبيديس أما النبي محمد أو قتل معبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية هدبا ولا ليلقفك الدون لماذا إنو حقيجيو وحا أو كهلي أو كغاريا مرتبة سرع أي كغاريا مرتما سري أيو مركا أو كغاريا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى ما لن تدنب وحينو أما وانسير وذكرنا ربك وحيرا كنا راحنا مركا إير مقع لباد أو أه الربنا وحوكها اللي يعني أبورك إلهي مركا إنو ضدك أبوري إلهي إساقو إنو أو جرسيي الله إنو كليجي أو أبوري إلهي إنو خالقي هاي إلهي إنو ربي ويها إدوالبا إلهي إدوالبا يساقو إنو أبوري هدب الله سبحانه وتعالى وإدوال مركاس أو برباريو والله سبحانه وتعالى إدوالبا أيقا عن كيسو
أي كجرتو أنت كبعدنا وحا لقاها اللي الله سبحانه وتعالى إن مهد الله إساغو مركا سورة دي كوب بلابايا الحمد لله رب العالمين وهو أيضا ها يعني أدونكو مركا أو صلاة دا قلم حكفر فرطا محاينو كفر فرنا الله وكفر مركينو دهنو بيسنك أدهوسو أخرستو أما كور أسعدوهوسو أخرستو الحمد لله رب العالمين ها ركوع دو مركا أتكسو كعدانا محاتر أهدا ها ربنا ولك الحمد سيدا أوغيد أياها دبال لبادن موضوعنا مركاس مهدا لوت المامي إن شاء الله تعالى هلكا أيين مانتا درس جيني أي نكو جوجين دونا إلهينا سبحانه وتعالى وحن ويدي سنين أدن بداف إلهينا وحن ويدي سنين إنو إنا قدقو كو وحمق ليه وحكو قاتا إله ربك يو كو قرآن كبرتنا قيال إله ربك يو كو قرآن كبرت يكو دقم إله نقيال إله قرآن كو تدبر إله نقيال إله علم كو ويدي سنين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.